اذا بده يتمنى ما بيتمنى بس في شهر الفضيله، لانه كل الاشهر 12 شهر بالسنه انه الناس تعيش بلا دم، بس دم هذا اللي عم يصير وين ما كان. أكيد رمضان كريم على جميع المشاهدين. خلال يمكن هيك السنوات الماضية صرنا نلاحظ قديش اليوتيوب عم يعمل ظواهر، وعم بيكون في أمور كتير بسيطة يمكن أوقات بتطلع وفجأة بتصير بتنتشر بشكل فايرل وبتصير موجودة على كل إنترنت وكل شخص وكل مشاهد بيشوفها. لهالسبب اليوم حبت جون يركز على موضوع كمان صار مؤخرا مع الانتخابات المصرية على يوتيوب. جون صباح الخير. هي ده وين الغيبة؟ هيك؟ ضيقت أنا. يلا. ما في أطلع هيك كل مرة. شايف؟ والله ضيقت كثير يعني. مشان هيك قلت لهم أنا الأحد بدي أكون مع جون. كل مرة بعبر عن حبي لإلك ما معقول، ومن مرة لمرة عم بيزيد جمالك على هو وعم بيزيد حبي لإلي. يا الله. وجود. كله تمام؟ الحمد لله. كيف المكوشة معك؟ منيح، مش عم بقدر اشوفهم هيك بالاستوديو يعني. عم بتزمت يعني بحسك إيه. عم لانه عندنا استوديو، عم يعني بالاستوديو عم بيكون عندنا كمان سكرين عم نقدر نحضر الجيمات. دائما عم نقول لهم انه المونديال ما عم غيب عن خلي السهره عنا بالليل، يعني انا وجوزيف وكارين وإلي عم نكون عم نتابع كمان المونديال، لانه نحن كل واحد منا بيشجع فريقه. ايه اكيد. وحتى المشاهدين كمان يتابعوا معنا يعني. انت مع البرازيل؟ انا مع هلا بترتاحي الثلاثه بتظهروا وخلص كيف تكملي. الله يستر الثلاثه. الله يستر الثلاثة. ليك الشاب عم يعمل صوت كمان. اليوم مثل ما قلت على يوتيوب رح نحكي عن غنية كثير اشتهرت لدرجة انه عن جد فينا نشبهها بطريقة هابي، غنية هابي تبع ويل فارل وقتها فارل ويليامز وقتها غنيها وات واز فيري بيج، لدرجة انه صاروا كل الناس عم بيقلدوها، عملوا هابي لبنان، عملوا هابي غير بلد يو اس اي، صاروا المدارس، صاروا جامعات، نحن حتى عملناها بعالم الصباح، عملنا وقت الهابي كل يعني بالتلفزيون كلها عملوها، كل التي في عملوا يعني ات واز شي صار فيري بيج، لدرجة انه كل الناس صاروا محمسين على هالغنية يرقصوا يفرجوا يعني يعبروا عن هن رأيهم. صح. كيف شو الغنية؟ عنا اليوم أي غنية؟ بشرة خير. بشرة خير. رح نسمعها أول شيء، نرجع نذكر المشاهدين فيها يحضر الفيديو كليب الأصلي كيف كانت غنية. رح نرجع نفرج أربع فيديوز بيبينوا كيف الناس يعني الرياكشن تبعهم. أربع فيديوز ديفرنت، يعني كل فيديو بيفرج موقف معين، مش ذات الموقف. نحضر أول فيديو مع بعض. ببركة كعب وهتعملها وصاد الدنيا هتقولها وخد تعدلها سكت كتير، خدت ايه مصر بسكوتك ما تستخسرش فيها صوتك، بتكتب بكرة بشروطك دي بشرة خير. قوم نادي عالصعيدي وابن اخوك البورسعيدي والشباب الاسكندراني لما دي لمة رجال، وانا هاجي مع السوهاجي والقناوي والسيناوي والمحلاوي اللي مية مية والنوبل جمال، ما توصيش السوايسة الدنيا هايصة كده يقعد ينطني. هلا بلش بعدين اخذته وقت لحتى هلا رجلج رجلج على الغنيه. ما في شك انه الغنيه كثير حلوه اصلا، وانا بحبه كثير لحسين الجسمي، بحبه يعني بشخصيته، بحبه باغانيه كثير، وكمان ما في شك انه المصريين كانوا بانتظار الفرحه،
لسبب كمان بتحس انه في تفاعل، هن على دعاياتهم بيرقصوا. عن جد هي الغنية كثير حلوه، وبتلاحظي الفيديو كليب كمان جاي مع الغنية على القد، يعني مسائبين مع بعض وشعبه اكثر، بتلاحظي كل الناس يعني اتس فون، يعني عم يتسلوا، مش انه بتحس فيديو كليب كثير مكلف، يعني نعتبره لدرجه انه شيء عملاق عم يعمل، بس حتى بالشغل اللي عم يعمله بتشوفي انه شيء كثير مهضوم، يعني كل الناس عم يتفاعلوا معه، كل الناس عم بيشجعوا الناس ينزلوا يصوتوا وقتها كمان. مش رح اتاخر عليهم، تحت الهواء عندنا بيصير في كثير مشاكل، يعني واحد بيرقص، طاولة بتوقع، الشيف بيلعب بسكاكين، كمان بعتقد بغير محطات. خلينا نحضر اول فيديو. خدت ايه مصر بسكوتك، ما تستخسرش فيها صوتك، بتكتب بكره بشروطك دي بشرة خير، قوم نادي على صعيدي وبنقوك البورسعيدي والشباب الاسكندراني لما دي لمة رجال، وانا هاجي مع السوهاجي والقناوي والسيناوي والمحلاوي اللي مية مية والنوبه الجمال، ما توصيش السويسه الدنيا هايصه كده كده، واللي اسمع علاوية يا مكانه العدا، كلمني على الشرقوه واحنا ويا بعض اقوى، واحنا ويا بعض اقوى واملنا كبير، قوم نادي على صعيدي وبنقوك البورسعيدي والشباب. هو مهضوم كثير يعني، ولاحظنا دغري كانت ردة فعله عفوية على الغنية. أنا يعني كنت عم بسألك، يعني شفت حضرت الفيديو، يعني بتلاحظي قد إيه ردة فعل عفوية، بتلاحظي إنه كأنه مركبة. بس بالآخر طلع مش مركبة إذا بتقري عن جد القصة كيف صارت. بس فيديو كثير مهضوم بتلاحظيه، يعني وهيدا أنا أول فيديو فرجيناه يعني على الهوا شو بيصير، الناس كيف عم يتفاعلوا معه، بتلاحظي إنه كلهم they have the same reaction، يعني عندنا حتى هون بالشجع من ورا الرقصة، كل الناس بيتفاعلوا معه يعني بينبسطوا وبدهم يجربوا يقلدوا هالطريقة، شيء لذيذ شيء مهضوم. صح. رح نكمل تاني فيديو لهلا. كيف فيديو أول فيديو مهضومين أكيد، مهضوم. ايه. نحضر تاني فيديو. شو رايك فيها؟ كمان اكيد التفاعل بصير وين ما كان، يعني هذيك بالاستوديو هون هني عم بيحضروا ببيتهم. طيب صارت معي اذا سمعت الغنيه اعتبري قاعده بالبيت، طلعت الغنيه على الراديو، طلعت الغنيه على التي في، شو بتعملي؟ بترقصي؟ بس انه ايه برقص، بس مش انه بتفاعل هالقد، يعني ما بتفاعل هالقد؟ بلا انا بوقف السياره وبنزل برقص على الطريق. فيك انت ممكن تعملها، مو انت مالك الدبكه عندنا بالاستوديو. انا ايه مالك الدبكه؟ انا عندي جبكه لانه ما بعرف بدبوك بقى، صارت دبكه على ها. ليش حطت له المانيا؟ فيها نحضر تاني فيديو بليز. لا شيل الشابو. دي بركة كعب وهتعملها، وصاد الدنيا هتقولها، وخد بقى عهد تعدلها، سكت كتير. خدت ايه مصر بسكوتك، ما تستخسرش فيها صوتك، بتكتب بكره بشروطك دي بشرة خير، قوم نادي على صعيدي وبنقوك البورسعيدي والشباب الاسكندراني لما دي لمة رجال، وانا هاجي مع السوهاجي والقناوي والسيناوي والمحلاوي اللي مية مية والنوبة الجمال، ما توصيش السويسة الدنيا هايصة. للي عم يحضرونا هيدا مركب، هيدا عرس اجنبي مركب عليه الغنية. صح. بس كيف ثاقبت كمان يعني على القد على الغنية، حطوها عملوا المونتاج تبعها لتثاقب على اول ما تنزل الغنية يرقصوا معها. تاني قبل الفيديو اللي حضرناه قبل كنا عم نجرب نفرجي كمان كيف الناس بيتفاعلوا معهم، يعني عم نجرب نحن مثل ما قلنا اول شيء نعطي فكرة عن كل الناس، يعني من كل فئات كيف بيتفاعلوا معها، شفنا البريزنتر، شفنا ناس قاعدين عادة على الطريق، سألتك لقلك يعني إذا أنت بتعملي وما بترقص، قلتي لي لا أنا هيك بتفاعل أنا وقاعدة بمست يعني بعمل هيك إيه بس لا أنا بدبوك إذا سمعتها. هلا شفنا وقتها بعرس بس مركبة، ورح نحضر آخر وحدة. رئيس اوباما اللي ما خلوا له ولا غنيه، ما خلوا له ولا غنيه ما رقص عليها، يعني عن جد تشفع عليه بالاخير لانه على غانغام ستايل رقص، على هابي رقص، وشو كمان يعني ما في غنيه بتقدر رقص على شو اسمه هارلم شيك وقتها كمان رقصوا عليها، ما خلوا شيء ما رقصوا عليه، ما في غنيه ما رقص عليها، بعتقد اذا بده يعتزي للرئاسه فيه يعمل رقص حسب ما شايفين هلا. ايه حسب ما هن مركبين له، ما هيك حزين.
ببركة كعب وهتعملها وصاد الدنيا هتقولها وخد بقى عهد تعدلها سكت كتير خدت ايه مصر بسكوتك ما تستخسرش فيها صوتك بتكتب بكرة بشروطك دي بشرة خير قوم بالعادي بيحطوه اكثر بقلب الوايت هاوس بالوايت هاوس صح هالمره حاطينه اوتدورز وعلى الموتور ايه عم بيغيروا له كمان لرئيس اوباما بس عن جد قد ما غنوا له بمصر سي سي اس سي سي اس مورسي نو يعني بمصر وشت اب يور ماوس اوباما بقى عم يرقص لحتى يفش يعني هون شجعوا لسيسي بالتأكيد و مثل ما بدي اقول لك هالحلقه كانت اليوم ان شاء الله تكون حبيتيها كذا كيف كانت؟ حلوه مهضومه بتفرفح القلب بتنبسطي علي انا بكره بلشنا لحد منيح هلا بتكملوا كمان بعدنا مكملين عندنا موسيقى عندنا البوم كثير حلو اكيد برجع بتلاقي فيكم بعدين اكيد رح نرجع نشوفك بعد شوي أكيد. جان ومثل ما قلت يعني نحن بحاجه دائما لهيك اشياء مهضومه خاصه وانه الشعب المصري كان كثير عم بيكون في اكيد تظاهرات واحتجاجات والحمد لله بالاخر نالوا او معظمهم اللي كان بدهم اياه واللي هو حصول الرئيس عبد الفتاح السيسي ووصوله ها شفت؟ برافو عليك عوض شيف شادي برافو هيك بدنا اياك هلا مقهور لانه ايطاليا برا وبرازيل برا فشل انا بتوقع ما بتتوقع ولا شيء عم يعني بتوقع هلا انت هلا شو التورتي بحط لك علامين هون وبدك تبرم على بس هلا هلا قلت هلا 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 انه بدك تاخذ القصص امور شخصيه مش شخصيه ما بدنا نخسر بعض ما بدنا نبلش من هلا مهم انه حتى لو خسروا او حتى لو ربحوا مهم يضلهم يحبوا بعضهم ويضلهم كلهم في انسجام وقفه بين الشعب انا بدي اخلص المونديال بس لارتاح من الشيف رح نتابع اكيد بعد شوي مع الشيف ومع جون واكيد بالسينما كمان خليكن معنا